بماذا أميز الألوان والأشكال؟ الحصة الرابعة من الوحدة الأولى جسم الإنسان، المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذا كما قلت عنوان درسنا لهذا اليوم بماذا أميز الألوان والأشكال؟ الهدف التعلمي أربط الحاسة بعضوها البصر العين الألوان والأشكال. إذا وضعية الانطلاق، تم وضع الأشياء أمام طفلين أحدهما مغمض العينين. إذا تم وضع بعض الأشياء أمام طفلين أحدهما مغمض العينين، إذا لدينا موز، كتب، إجاز، أقلام ملونة، طبشور، مسطرة، خيار، ممحات، مسطرة أخرى، شكل آخر لمسطرة، وطماطم. إذا ماذا سنضع كسؤال؟ هل يستطيع الطفل مغمض العينين التعرف إلى الأشياء دون لمسها؟ إذا سؤال تقصي، هل يستطيع طفل مغمض العينين تعرف الأشياء دون لمسها؟ إذا هل يستطيع هذا الطفل تعرف الأشياء دون لمسها؟ هل تعتقدون أنه سيتعرف الأشياء؟ لا، لا، لن يستطيع تعرف الأشياء دون لمسها. لا، لن يستطيع تعرف الأشياء دون لمسها. الفرضية المقترحة، يتعرف الأشياء بواسطة روائحها المختلفة. ممكن أن يتعرف رائحة الفواكه دون لمسها، أو يستطيع تعرفها من خلال أصواتها المختلفة. إذن يتعرف الأشياء من خلال أصواتها المختلفة. إذا أختبر وأجرب، متى تنعدم الرؤية ولماذا؟ إذا أضع علامة ناقص في المكان الذي تنعدم فيه الرؤية. إذا لاحظوا معي، هنا طفل معصب العينين يضع ثوبا على عينيه، إذا هنا تنعدم الرؤية، إذا علامة ناقص. لاحظوا معي الصورة الثانية، طفل يتمتع بجمال الطبيعة وينظر إلى طائرة في الجو، إذا هنا الرؤية ممكنة. في الصورة الثالثة، طفل مصاب بالعمى يقرأ بطريقة براي، لاحظوا معي يمرر أصابعه على الورقة، هذه الطريقة تسمى طريقة براي، إذا فهو هنا الرؤية منعدمة، تنعدم الرؤية في هذه الصورة. في الصورة الثالثة، رجل أيضا أعمى أو بصير يستعمل عصا للتنقل، إذا هنا أيضا الرؤية منعدمة. أحيط الأشكال المتشابهة، أصل بخط بين الأشكال التي لها لون نفسه. إذا
الأشكال المتشابهة نقوم بإحاطتها. إذا الأشكال المتشابهة نقوم بإحاطتها. إذا لدي هنا مستطيل مستطيل مستطيل، إذا سأحيط المستطيلات. إذا المربعات أيضا بخط واحد. الأقراص أيضا نحيطها بخط. والمثلثات كذلك نقوم بإحاطتها بخط. السؤال الثاني، أصل بخط بين الأشكال التي لها نفس اللون. إذا الأشكال التي لها نفس اللون، إذا على سبيل المثال لدي هنا مستطيل باللون الأزرق، مستطيلين باللون الأزرق، وقرص أيضا باللون الأزرق. لدي مربعين باللون الأخضر. وهنا مربع باللون الأصفر، المثلث أيضا باللون الأصفر، والقرصين باللون الأصفر. إذا سنصل بين الأشكال التي لها نفس اللون. لدي مستطيل باللون البني ومثلثين بنفس اللون. أدون وأتقاسم. إذا الأشكال إما مربع أو مستطيل مثلث أو قرص. الأشكال إما مربع مستطيل مثلث أو قرص. أما الألوان هناك أحمر أحمر أزرق أخضر وأصفر. إذا الأشكال إما مربع مستطيل مثلث أو قرص. أما بالنسبة للألوان إما أحمر أزرق أخضر أو أصفر. أعمم وأطبق، أتعرف الأشكال والألوان وأميزها بماذا؟ أميزها ببصري. إذا أميز الألوان والأشكال ببصري وأتعرفها بواسطة حاسة البصر. إذا المصطلحات العلمية، البصر لا فيو، الألوان لي كولور، الأشكال لي فورم، البصر لا فيو، الألوان لي كولور، الأشكال لي فورم. السؤال الموالي، ألون الفواكه والخضر بلونها الطبيعي. إذا الفواكه والخضر سنقوم بتلوينها بلونها الطبيعي. إذا على سبيل المثال العنب، لدينا العنب الأخضر. إذا سنقوم بتلوين العنب بلونه الطبيعي. بالنسبة للفراولة، الفراولة لونها أحمر. نبدأ بالنقط السوداء المتواجدة في حبة الفراولة.
ثم نلونها باللون الأحمر اللون الطبيعي. الأوراق كالعادة باللون الأخضر. الطماطم لونها أحمر. وأوراقها خضراء. الجزر، الجزر لونه برتقالي. ولونه أخضر. لون النباتات أو الأوراق لونها أخضر. الجلبان، الجلبان لونه أخضر. بالنسبة للتفاح، هناك التفاح الأحمر، التفاح الأصفر أو الذي لونه أخضر، إذا سأختار تلوينه بالأصفر. الأوراق دائما الأوراق تكون خضراء. السؤال الخامس والأخير، إذن أقوم أداعم، أضع زائد تحت ما لا يضر العين وناقص تحت ما يضر بها. إذن زائد تحت ما لا يضر بالعين وناقص تحت ما يضر بها. إذن التعرض المباشر لأشعة الشمس يضر العين وحاسة البصر. غسل الوجه لا يضر بحاسة العين بالعين عفوا، علامة زائد. فرك العين بالأيادي متسخة أكيد يضر العينين. ومشاهدة التلفاز على مسافة قريبة يضر بالعين. إذن علامة ناقص. أعيد، التعرض المباشر لأشعة الشمس يضر العين. غسل الوجه والعينين بالماء والصابون لا يضر العين. فرك العينين بالأيادي المتسخة يضر العين. التعرض أو مشاهدة التلفاز من مسافة قريبة يضر العين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.